واصل النادي الاهلي تصدره للترند الاسبوع ده بسبب فوز الفريق ببطوله السوبر المحليه واللي اقيمت في دوله الامارات بعد ما قدر انه يفوز في النهائي على نادي الزمالك بضربات الجزاء الترجيحيه. وما كانش ده السبب الوحيد لتصدر الاهلي للترند، ولكن المباراه الهامه بينه وبين نادي العين الاماراتي ضمن منافسات بطوله الانتركونتيننتال اتصدرت الترند بكل تفاصيلها، خاصة وإن دي المرة الأولى اللي بتقام فيها البطولة واللي استحدثها الفيفا مؤخرا.